عند كل مرحلة جديدة بحياتي بعملها بعيد اكتشاف حالي وقدراتي، وبعمل تجربة وبخسر وبربح وبتعلم، ورح ضلني أعمل ورح ضلني جرب ورح ضلني سافر واكتشف وأعرف على ناس جديدة، طلع ناس من حياتي واكتب على ورقة وقلم أسامي الناس اللي بقيوا حدي وأسامي الناس اللي لازم شيلهم من حياتي واللي خزلوني واللي لازم يبقوا كل العمر واللي أخذوا كتير من وقتي على الفاضي واللي أخذوا كتير من طاقتي. وبصير أقول أنه صحيح كنت عندي إحساس تجاههم أنه ما كانوا صادقين قد ما لازم، بس كنت دايما أعطيهم فرص وجربهم مرة تانية وتالتة ورابعة. بس الناس ما تعطوها فرص أكتر مما بتستاهل، بتاخد وجه وبتصير تزيد نفاق وكذب وبشاعة وبتصير تطلع كل شيء بشع جواتها، وخصوصا إذا أنت ما واجهتها يعني بحقيقتها لأنك هالقد محترم، بتصير تبلع لك زباتها خوفا من أنك تصير لوحدك يعني بالحياة، وأنك بمطرح بتلاقيها أنه بتسلي بتمضي هالوقت أوقات اللي بيكون تقيل. بس الإمام علي عليه السلام بيقول من ينم لك ينم عليك. فنحن وقت بنفتكر لا أنه مننم مع بعض الناس على بعض الناس، وأكيد ما بينموا علينا، مش مزبوط حقيقة، معه حق وبتكتشفها مع الوقت. فمع كل تجربة جديدة هيك بتغير ناس بحياتك وبتقصي ناس من حياتك وبيدخل محلهم أنقياء وبيتغير وجه الدنيا، وما بتقول ما بلاقي، بالعكس انت فتح لهم مساحة، يعني شيل الكركب اللي حواليك بتلاقي انه بيفوت احلى. المهم نظف، مشان هيك حلو التجارب، حلو الخسارة والربح والحزن والفرح، مش حلو الحياة تضل ماشي على ذات النمط مع ذات الناس وذات التجربة. قوم عمل تجربة جديدة كل يوم، حط حالك بريسك، حل الأدرينالين، حرام تضل على ذات النمط. هاي تجربة تعلمت منها وبنقلكن إياها، ضلوا بخير.